بتوجيهات الرئيس الخبر الذي ينتظره المصريون، تعلن الحكومة الآن للجميع وأمر عاجل من الرئيس السيسي للجيش المصري والتنفيذ فورا لصالح المواطن. وعاجل مستشار السيسي يحذر المصريين من عادة في رمضان، ننشر التفاصيل. وعاجل منذ قليل كشف عن موعد انتهاء موجة البرد الشديد في مصر. وعاجل الحكومة المصرية تتوعد التجار مستغلي الأزمة العالمية الحالية. وعاجل تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. قبل ما نخش في تفاصيل الاخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر والصلاه على الحبيب محمد. اول خبر معانا بتوجيهات الرئيس الخبر الذي ينتظره المصريين، تعلن الحكومه الان للجميع. واصدرت وزاره التموين والتجاره الداخليه توجيها جديدا حمل رقم 20 لسنه 22 بشأن التموين وتعديلاته والأسعار الجديدة ومخالفات المخابز. ونص القرار على المادة الأولى، في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صرف كميات غير أقل من الذي تم إكماله بموجبه عن الصرف، أو إنتاج وبيع خبز سياحي خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه أثناء قواعد العمل الرسمية أو بعد مواعيد العمل الرسمية، يتم توقيع العقوبات الآتية. أول حاجة، بيتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج كامل الحصة المنصرفة والمحددة له من قبل المديرية من ذات اليوم بالرغيف حال ارتكاب أي مخالفة من المخالفات السابقة. في حال التكرار خلال سنة ميلادية من تاريخ المخالفة الأولى، يتم مضاعفة العقوبة وغلق المخبز لمدة شهر. في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات السابقة 3 مرات خلال عام ميلادي من تاريخ أول مخالفة، يتم مضاعفة العقوبة وغلق المخبز لمدة 6 أشهر واندثاره بإلغاء الترخيص نهائيا. في حالة عدم التزام المخبز بتنفيذ عقوبة الغلق الموقعة عليه بموجب القرارات والتوجيهات والتعليمات الوزارية، يتم توقيع العقوبة الآتي: يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج كامل الحصة التأمينية اليومية بالرغيف وغلق المخبز لمدة شهر إضافي بخلاف عقوبة الغلق الموقعة عليه وإنذاره بإلغاء الترخيص نهائيا. في حالة التكرار، يتم إلغاء الترخيص نهائيا وتحميل المبالغ المالية المستحقة عن العقوبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل جميع المبالغ المالية المستحقة عليه. نصت المادة الثانية على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي. إذن بتوجيهات من الرئيس السيسي، ضبط أسعار الخبز، ومن يخالف هذه التعليمات تتم معاقبته. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ولصالح المواطن أمر عاجل من الرئيس السيسي للجيش المصري والتنفيذ فورا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بقيام الجيش المصري بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل مستشار الرئيس السيسي بيحذر المواطنين من عادة في رمضان. أكد مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين أن المنظمة العالمية أشارت منذ يومين أن لسه يعني المرض موجود ويجب تطبيق الإجراءات قدر المستطاع. وتابع وقال: نحتفل برمضان وكل حاجة، بس نفسي يبقى توجه سلوكي نحد من التجمعات الكتيرة
ونستخدم أساليب النظافة للحماية من الأمراض المختلفة. يجب الإصرار على الإجراءات ليحمي كل شخص نفسه وأسرته والمجتمع كله. وأشار إلى أن التجربة المصرية رائدة وكانت بدعم سياسي كبير. خلينا ماشيين مع تجربتنا ولا يجب تقليد الأساليب في البلاد الأخرى، لأن كل بلد لها طريقتها للوصول لبر الأمام من هذا المرض. والظروف الموجودة حاليا والاقتصادية في كل بلد مختلفة، مش لازم نقول ليه في بلاد رفعوا التجمعات ولكن نقول نعمل ايه عشان نوصل بر الأمان. وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC إن الحالات البسيطة والمتوسطة تصل إلى نحو 85% من إجمالي الحالات، و15% بس هي الحالات الشديدة التي من الممكن أن يحدث لها وفيات. المصدر معانا كامل صحيفة الوطن، إذن بكل بساطة يعني مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد عوض تاج الدين بيقول بلاش يعني يبقى في تجمعات، التجمعات تبقى بحرص. لو عاوزين تعملوا تجمعات في رمضان طبعا كل عام وأنتم بألف خير، يعني ربنا كده يدخلوا علينا مش مفقودين ولا فاقدين بإذن الله. يبقى في تجمعات ولكن ناخد بالنا كويس قوي، أمن نفسنا كويس قوي، نكون واخدين الإجراءات اللازمة عشان ما يبقاش في أي مشاكل بعدين، وربنا يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله ويبعد عننا وعنكم أي أمراض بإذن الله. انتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل منذ قليلة كشف عن موعد انتهاء موجة البرد الشديد في مصر. وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم إن مصر تعيش أجواء شتوية شديدة البرودة خلال الأيام الحالية. وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: يوجد حاليا أجواء شتوية باردة، حيث إن الحرارة بتسجل ما بين 14 و15 درجة نهارا على القاهرة الكبرى، وتسجل 8 درجات خلال فترة الليل. وأشارت إلى أن فصل الشتاء ينتهي بشكل رسمي يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس 2022، ليبدأ فصل الربيع اعتبارا من يوم الاثنين 21 مارس. ووضحت ان النصف الاول من فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية التي تحدث خلاله، ومن الوارد حدوث انخفاضات جديدة في درجات الحرارة. وبشأن موعد تخفيف الملابس من جانب المواطنين، قالت منار غانم: تخفيف الملابس مش دلوقتي خالص، والطقس حتى لو مستقر نهارا هيكون شديد البرودة ليلا، ولا ينصح بتخفيف الملابس قبل نهاية النصف الأول من فصل الربيع والذي سيكون موافقا لبداية شهر مايو القادم. ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه ستظل الأجواء الباردة مسيطرة ليلا خلال النصف الأول من فصل الربيع. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي وآرتي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الحكومة المصرية تتوعد التجار مستغلي الأزمة العالمية الحالية. توعد عدد من المحافظين في مصر مستغلي الأزمة العالمية لرفع أسعار السلع في الأسواق. وقال محافظ البحر الأحمر في مصر عمرو حنفي إن كل السلع الاستراتيجية متوفرة داخل المحافظة، وأنه اليوم قابل عدد من المواطنين ممن تصادف وجودهم وطمأنهم بتوفير كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها. وضح حنفي أنه تأكد من توفر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها من خلال جولات ميدانية داخل مدينة الغردقة والأحياء الشعبية، حذر التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، وتوعد بأنه سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة. أكد في الوقت ذاته أن المحافظة ستقيم عدد كبير من الشوادر خلال الأيام المقبلة. وقال: قمت بإجراء مقابلات خاصة مع الأهالي حيث أكدوا لي أنه لا توجد أي زيادة للأسعار. نروح لمحافظة الفيوم، وأكد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري أن السلع التموينية المدعمة متوفرة داخل المحافظة، مطالبا المواطنين بعدم تخزين السلع لعدم زيادة الأسعار من قبل بعض التجار. شدد على أن المحافظة سيطرت على عمليات جشع التجار أو أي محاولات لزيادة السلع، كما أنه يشن حملات تموينية يوميا للتصدي لمحاولات زيادة الأسعار. شدد على أن المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يرفع الأسعار أو يحتكرها. وضح أن معارض أهلا رمضان هذا العام هيكون فيه 9 مراكز، ف
فضلا عن تواجدها في القرى الكبرى، وأكد تقديم معارض أهلا رمضان للتخفيضات على كل السلع. نروح لمحافظة المنيا، وأكد وأشار محافظ المنيا أسامة القاضي لأن كل السلع التموينية والمدعمة متوفرة داخل المحافظة على نطاق واسع ولا توجد أي أزمة. شدد على أنه يشن حملات يومية للتصدي لأي تاجر يرفع الأسعار موجودين على الأرض والشارع من خلال حملات لمواجهة جشع التجار أو أي محاولات لارتفاع الأسعار. أكد أن المحافظة وفرت منافس كتيرة لبيع السلع بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء، كما أن المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يرفع الأسعار أو يحتكرها تنفيذا لقرارات القيادة السياسية ومجلس الوزراء. وتابع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن جميع أسعار الفواكه والخضروات والسلع معلنة، وهناك تخفيضات على عدد من السلع تصل ل 20 و30% لمواجهة جشع التجار أو غلاء الأسعار. المواطن المصري ذكي حيث يتوجه للمنافذ المنتشرة أو المتنقلة التي تقوم ببيع السلع بأسعار منخفضة، وهناك حملات يومية للتصدي لأي تاجر يرفع الأسعار حتى نهاية شهر رمضان. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، ودي يعني بكل بساطة تحركات المحافظين و يعني المسؤولين من الحكومة لمواجهة جشع التجار ولتخفيض السلع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا بالمناسبة زي ما حضراتكم عارفين ان خلاص رمضان داخل، ومعارض أهل رمضان بتقدم يعني السلع بتخفيض كبير جدا، فاستغلوا هذه الفرصة. يعني معارض أهل رمضان هتبدأ تفتح، فحضرتك كده خد شنطتك وخد المدام وانزل هات لك السلع بتاعت حضرتك اللي هتحتاجها في رمضان بأسعار يعني اعتقد بنسبة كبيرة مخفضة جدا في معارض اهلا رمضان، وبيبقى عليها رقابة شديدة جدا. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. اكتبوا لنا في التعليقات برضو يعني المنطقة اللي انت فيها معرض اهلا رمضان ولا لا، عشان الناس اللي بتقرا التعليقات يبقى فيه فايدة. لو مثلا حضرتك من محافظة القاهرة وقاعد في مدينة القاهرة الجديدة مثلا، فعندكم مثلا معرض اهلا رمضان في منطقة معينة، فحضرتك تكتب في الكومنتات غيرك يستفيد وتعم الفائدة. أترك لحضراتكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وتعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق للشهر رمضان النهائي. وقررت شركة المترو مد ساعات التشغيل للخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهي التشغيل اليومي الساعة 2 الصبح بدلا من 1 صباحا. وبذلك ستصل ساعات تشغيل المترو في رمضان إلى 21 ساعة يوميا، وسيلتقي آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة الساعة 1:30 صباحا، كما سيلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1:30 صباحا. وتضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5:30 الصبح، وبذلك يكون زمن التقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثاني و5 دقائق بالخط الثالث. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا أي إي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.